البرلمان عمار غسان، أهلا بك عمار. ما هي آخر المستجدات حول انعقاد جلسة البرلمان اليوم للتصويت على جداول الموازنة؟ هل هنالك أي نقاشات نيابية سبقت موعد الانعقاد؟ نعم رشا، اليوم هو التصويت على جداول قانون الموازنة الاتحادية العامة رقم 13 لسنة 2024 المعدلة ومرفقاتها ألف وباء وجيم ودال وهاء وواو. هذه المرفقات طبعا هناك بعض الاعتراضات عليها، وهناك حديث طال في الأيام السابقة مع اجتماعات اللجنة المالية، وهناك أيضا يعني لم تحسم حتى هذه اللحظة. يعني قبل قليل وصلنا إلى البرلمان أيضا الاستماع إلى آراء النواب في الكواليس، هناك آراء متضاربة وهناك خلط ما بين الآراء. في مثلا نتحدث عن انعقاد الجلسة، هناك من يتحدث عن عدم اكتمال النصاب اليوم، هي بالتأكيد تأجلت نصف ساعة من الساعة الثالثة حتى الثالثة ونصف. لكن آراء النواب، بعض النواب يقولون لم تعقد الجلسة، هناك بعض النواب مسافرين، هناك أيضا اعتراض من نواب آخرين على الجلسة، وهناك اعتراض على جداول الموازنة وعلى التعديلات، رغم أن هنالك إضافة كانت من اللجنة المالية على موضوع حصة المحافظة، تم إضافة 2 تريليون إلى كل محافظة بعد الاعتراضات الكبيرة. لكن حتى اللحظة الاعتراضات قائمة حتى من بعض النواب، وهنالك جمع لتواقيع نيابية لتحويل الجلسة من التصويت على قانون الموازنة في وتحويلها إلى النقاش بموضوع التصويت على جداول الموازنة، النقاش على الجداول. هناك بعض النواب لم يطلعوا حتى اللحظة على الموازنة، وكما يقال من بعض النواب أيضا حتى أعضاء من اللجنة المالية بعض منهم لم يطلع على التعديلات الحاصلة وكيف وصلت وكيف تم تعديلها. اسمعني عمار، يعني المؤشرات الأولية لديك حول إمكانية التمرير اليوم بعد الاعتراضات والخلافات التي لاحقت الملف مؤخرا؟ يعني المؤشرات حتى النواب لا يعرفون اليوم ماذا سيحصل، كما قلت لك ان الاراء متضاربه واراء مختلطه ومختلفه ما بين النواب، سان البعض يقولون اننا متفقون وسيتم التمرير والتصويت على الجداول اليوم وتمضي بصوره سهله وسريعه، وسالنا البعض الاخر يقول لن ندخل الى الجلسه نحن حتى يتم تحويل الجلسه من التصويت الى النقاش. وهنالك ايضا من يتحدث على انه الموازنه تقريبا هم النواب الكتل الكبيره هم متفقون على تمرير هذه الجلسة، أما المستقلون والنواب الآخرين فلا يريدون تمرير الجلسة لأسباب أنه يريدون معرفة ماذا موجود ومتضمن في جداول الموازنة، ومعرفتها لا يمكن التطلع إلى التصويت عفوا على جداول الموازنة وهم لا يعلمون ماذا تتضمن. هذه الآراء مختلطة حتى اللحظة، وأيضا هنالك يعني الرضا منقسم إلى شقين، هناك من يرضى على هذه الموازنة ويرضى على تمريرها، وهناك آخرون لا يرضون على الأرقام الموجودة حتى وإن زادت يعني مليارين لكل محافظة. الاعتراضات موجودة كما قلت لك، الأجواء في مجلس النواب متوترة حتى اللحظة، يعني لا يوجد هناك رأي ثابت، لا يوجد رأي واحد، لا يوجد هناك رؤية مبينة، حتى لا توجد حتى اللحظة أي اجتماعات ما بين الكتل أو يعني التنسيق ما بين الكتل الكبيرة وحتى اللجان بخصوص جلسة اليوم في حال عقدت أم لا. لكن بالتأكيد الساعات القادمة هي التي ستوضح في حال إن تم التصويت على الموازنة أو في حال تم عقد الجلسة أولا، ومن ثم نذهب إلى ماذا سيحصل في الجلسة في حال تم يعني انعقاد الجلسة. عمار غسان مراسلنا من داخل البرلمان، شكرا جزيلا على هذه المعلومات.